أولاً الملاحظ هو أنه هناك إقبال كبير من طرف على مستوى الأقاليم للحضور وإلحاح كبير للحضور في هذا المؤتمر. وحنا كنشوفوا حنا من خلال الأعداد اللي وصلنا لها كانت فوق بكثير، يعني 2500 اللي حددناها. ولهذا هذا حنا كنعتزوا بهذا الاندفاع ديال الشباب، خاصة كاين واحد العدد ديال الشباب، وحنا كنعتبروا على أن الشباب هو البوابة ديال المستقبل، هو رأس المال الحقيقي، وخصنا نراهنوا عليه وندخلوه وندمجوه في العمل السياسي وفي العمل الحزبي، يعني باش نكونوا كنضمنوا انه مستقبلا الحزب غادي يعني غادي تكون عنده واحد الاداء يعني متميز في اطار حكمه جديده، في اطار يعني اعاده النظر في واحد العدد ديال المسائل اللي وقفنا عليها، اللي كيتبين على انه لان هناك واحد العدد ديال المشاكل على مستوى بعض الاقاليم اللي مرتبطه بالتنظيم، وهذا وخصنا المشكل ديال التنظيم والمشكل ديال التواصل لابد انه اعاده النظر فيه بالاستعانه بطبيعه الحال بالشباب، لان الشباب الدور ديالو مهم والمراه ايضا الدور ديالها مهم. حنا كنراهنوا من خلال هذا المؤتمر انه يكون حضور مكثف ويكون حضور متميز، يكون فيه واحد بصفه نوعيه نكونوا يعني كيكون هناك كفاءات واطور وفعاليات اللي غادي تساعدنا باش نحسنوا الاداء ديالنا مستقبلا، وايضا باش نلعبوا الدور ديالنا كحزب سياسي في المشهد السياسي، لانه دور الاحزاب كتعرفوا دستوريا بانه عندهم هذه المهمه ديال تاثير المواطنين والعمل على تعبئه المواطنين، ولكن خصنا ايضا باش نعطيو واحد النوع ديال المصداقيه للاحزاب السياسيه والوساطات كلها باش نضمنوا الاستقرار لهذه البلاد الامين، ونضمنوا ايضا التجاوب مع التوجهات ديال صاحب الجلاله ونتجاوبوا مع التطلعات وانتظارات المواطنين.